السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بكم في أخبار السادسة من مركز الأخبار في تلفزيون البحرين. نبدأ بأبرز العناوين. وزارة التربية والتعليم تتواصل مع أولياء الأمور لاستكمال تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. اعتماد تطبيق النظام الإلكتروني على الدعاوى العمالية. واستمرار الزيارات الميدانية لعدة مناطق لأخذ العينات العشوائية لمكافحة كورونا. أهلا بكم من جديد. عبر الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم عن خالص شكره وتقديره لجميع الطلبة وأولياء أمورهم على جهودهم في التواصل مع المختصين بالوزارة خلال فترة تعليق الدراسة، ذلك خلال الاجتماع اليومي الذي يترأسه الوزير والذي يعقد عن بعد بحضور مجموعة من مسؤولي الوزارة لمتابعة الجهود المبذولة لاستدامة الخدمة التعليمية وضمان استفادة الطلبة من وسائل التعلم العديدة التي توفرها الوزارة وتقديم الدعم للمدارس في هذه الفترة. وقد تم بحث تقرير من إدارة التربية الخاصة بشأن مستوى التواصل التربوي عن بعد مع أولياء أمور الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة تعليق الدراسة، والذي يشهد إقبالا متزايدا وإشادات متواصلة، وذلك من خلال تطبيق كلاس دوجو الرقمي والواتساب والاتصال الهاتفي، حيث أشاد الوزير بهذا التعاون المثمر. هذا وتهدف الوزارة عبر هذا التواصل إلى التعاون مع أولياء الأمور في إيصال الخدمة التعليمية لأبنائهم في ظل الظروف الصحية الراهنة، والعمل قدر الإمكان على استكمال برامجهم التربوية والتعليمية المنفذة في مدارس الدمج، وذلك من خلال مساعدتهم على الاستفادة من الدروس والإطراءات الرقمية التي توفرها الوزارة لهم، وتقديم التعليمات التي تعين على دعمهم في المنزل. أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي الخليفة قرارا باعتماد تطبيق النظام الإلكتروني على الدعاوى العمالية، وذلك في إطار تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونيا. وبموجب القرار بشأن الإجراءات الخاصة بالدعاوى العمالية واستخدام الوسائل الإلكترونية فيها، فإن الدعاوى العمالية المتعلقة بمنازعات العمل الفردية ترفع بالوسائل المعتمدة لرفع الدعوى بما في ذلك الوسائل الإلكترونية بموجب لائحة تقدم إلى مكتب إدارة الدعوى العمالية. أصدر سعادة المهندس عصام بن عبد الله خلف وزير الأشغال وشؤون البلدية والتخطيط العمراني قرارات وزارية لتخفيض وإسقاط وإعفاء الرسوم البلدية عن 278 أسرة بحرينية لا تمتلك مساكن خاصة بها وتسكن في مساكن مستأجرة خلال شهر مارس 2020. وأوضح الوزير أن هذه القرارات تأتي تنفيذا لرغبة سامية من قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، رامية إلى توفير حياة كريمة لجميع المواطنين عن طريق تخفيض الأعباء المعيشية عن كواهلهم من خلال رسوم بلدية مخفضة ومنسجمة مع احتياجات هؤلاء المواطنين، وكذلك إعفاء بعض ذوي الدخل المحدود من سداد الرسوم مستقبلا أو إسقاط ديونهم القديمة.
وصلت الفرق الطبية بمساعدة الإدارة العامة للدفاع المدني وأفراد شرطة خدمة المجتمع والمتطوعين زيارتها الميدانية لأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات المختبرية عن طريق وحدات الفحص المتنقلة المجهزة وفق المعايير الطبية المعتمدة، وذلك في إطار الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19 لعدة مناطق في مملكة البحرين، وذلك بهدف تعزيز صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. وقالت وزارة الصحة إن الزيارات شملت مجمع 303 ومناطق سكن العمالة الوافدة بمنطقة الحد ومنطقة ألبة الصناعية، إلى جانب المناطق القريبة من عدد من المستشفيات الخاصة في محافظتي العاصمة والمحرق، حيث تم اختيار هذه المناطق لأخذ العينات العشوائية وإجراء الفحوصات المختبرية لفيروس كورونا للقاطنين في هذه المناطق، بما يضمن سلامتهم وسلامة كافة المواطنين والمقيمين، وأن الفرق الطبية مستمرة في زيارتها الميدانية لأخذ العينات وإجراء الفحوصات المختبرية. السادسة مستمرة وفيها بعد قليل. القمر العملاق الورد يزين سماء البحرين يوم غد الأربعاء. تشارك مملكة البحرين دول العالم الاحتفال بيوم الصحة العالمي، والذي تم تخصيصه من قبل منظمة الصحة العالمية للاحتفال بالقطاع الصحي، إذ تحتفي المملكة بكوادر التمريض والقبالة لما لها من دور بارز في الحفاظ على الصحة في البحرين، إذ أظهروا كفاءة عالية في أداء دورهم لمواجهة هذه الحالة الطارئة غير المسبوقة. يصادف اليوم 7 أبريل يوم الصحة العالمي، والذي تم تخصيصه من قبل منظمة الصحة العالمية للاحتفال بالقطاع الصحي من كل عام، إذ جاء هذا العام تحت شعار دعم كادر التمريض والقبالة، وذلك بهدف تسليط الضوء على دور هذا الكادر في الحفاظ على الصحة العامة من خلال رعاية المرضى، لا سيما في أوقات تفشي الأوبئة والنزعات. وفي ظل الأوضاع الراهنة، فإن مملكة البحرين قدمت تجربة فريدة من نوعها في مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19 من خلال إجراءاتها الاحترازية المدروسة، وذلك بدعم من القيادة الحكيمة ووعي أبناء مجتمع المملكة، وبطبع كوادرها الطبية والتمريضية التي بذلت جهودا وطنية مخلصة وجبارة أسهمت في التحكم بتقليل من انتشار هذا الفيروس على مستويات دولية، مما يؤكد ما يحظى به القطاع الصحي في المملكة من أولوية ودعم وفق أسس ومعايير عالية المستوى. إن الإسهامات البارزة التي يبذلها الطاقم التمريضي خلال هذه الفترة وجهودهم الجبارة في الصفوف الأولى في مواقع العمل المختلفة للحد من انتشار الفيروس هي جهود تستحق الشكر والتقدير، فالكادر الطبي البحريني أثبت في هذه الظروف الاستثنائية أنه قادر على التعامل مع مختلف التحديات واضعا نصب عينيه حفظ صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة كأولوية قصوى. نشنت وزارة الخارجية خدمة المساعدة الافتراضي أسك موفا، وهي قناة جديدة لتقديم خدمات إلكترونية تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي للتواصل والتفاعل على مدار الساعة وطوال الأسبوع مع المواطنين والمقيمين للحصول على إجابات على أسئلتهم واستفساراتهم بخصوص جميع الخدمات المقدمة من قبل الوزارة وبعثات مملكة البحرين في الخارج. وقد تم تدشين الخدمة عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية، وسوف تتم إضافة هذه الخدمة في تطبيق الوزارة للهواتف الذكية تطبيق وجهتي في القريب العاجل، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات بكفاءة وجودة عالية. تشهد سماء مملكة البحرين القمر العملاق والذي يزين سماء المملكة بمشيئة الله يوم غد الأربعاء، عندما يتزامن اكتمال بدر شهر شعبان العام 1441 للهجرة مع وصول القمر إلى أقرب نقطة للأرض خلال هذا العام، كما يتزامن القمر العملاق هذا العام مع اكتمال بدر شهر أبريل الذي يطلق عليه مصطلح القمر الوردي.
وقال الباحث الفلكي محمد رضا العصفور إنه بحسب التوقيت المحلي لمملكة البحرين من المتوقع أن يبلغ اكتمال القمر ذروته في تمام الساعة 5:35 دقيقة صباحا، حيث يبدو القمر للناظر إليه أكبر حجما بنسبة 14% وأكثر سطوعا بنسبة 30% مقارنة بوضعه عندما يكون في أبعد نقطة من الأرض. وأفاد العصفور أن بإمكان الراصدين متابعة القمر طوال الليل، حيث يكتسب شكلا مميزا يميل لونه إلى الحمرة بحسب صفاء الجو، ويفضل اختيار الأماكن المفتوحة والبعيدة عن المباني والعمارات للتمكن من الرصد بشكل أفضل. وإلى الطقس في محافظات مملكة البحرين. ونتابع في السادسة غدا. تعاون وتنسيق مع هيئة البحرين للثقافة والأثار لإعادة تأهيل بيوت المحرقة. وبهذا وصلنا لختام أخبار السادسة، على اللقاء.